جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا صليت المغرب والعشاء أصلي جهرا وكأنني إمام وأجهر بصوتي، هل في ذلكم شيء أو أنه من الرياء كما يقول شيخ صالح؟ صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة من المنفرد ومن الإمام، الحمد لله، وأنه سنة، الجهر بالقراءة في صلاة الليل سنة من المنفرد ومن الإمام، وليس في ذلك رياء إن شاء الله. إن شاء الله الرياء إنما هو تبع النيات والمقاصد. إذا كان قصده من الجهر إسماع الناس والإعجاب بصوته وأن الناس يمدحون هذا رياء، أما إذا كان قصده من الجهر العمل بالسنة فهذا يثاب عليه وليس رياء.